عليكم، حي يالله المتابعين. مقدمة حماسية شباب لأن الفيديو حماسي. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. شوفوا المفاجأة اللي صارت داخل هذا الفيديو عن طريق الصدفة، لكن الأكشن اللي صار جبار. لا تفوتون ولا هطلوا من الفيديو. خلوا لايك الفيديو واشتركوا بالقناة وتابعوا. ولك خلي لايك خلي لايك خلي لايك. مساكم الله بالخير. بعد تناقش ويا نفسي بخصوص النحل، قررت شباب انزله من فوق السطح واخلي هذا هو المكان ماله. ليش فرات شباب؟ فوق الدنيا مجمرة، جمر الهواء الحار يكفخ بيهن، الضيم المدرشين، بحيث عدد النحل الموجود داخل الخلية مالتي قل بشكل عجيب. فأنا شقلت قلت أجيب الصندوق وأحطه هنا. شلون راح تحط حطة تفريت؟ ليش تحطه هنا؟ خب حطه هناك شباب. هناك لا شباب لا، أنا هنا أريد شيء على مود شوي لبدة وهيك شيء على مود ياخذ راحته. خاف يقرصكم هنا فرات. لا شباب لا لا ما يقرص. شيني أنا بليش هو فجأة أشتغل بيه وما يحكي أصلا؟ قبل لا راح أفتر على الغرف، راح أفتر على الغرف وأصفي رأيي. لو هنا شباب ليش ما تحطه هنا فرات؟ شباب أنا أقول موش هنا أحطه، على مود لما نسقي الزرع حمي نلقاه تصير باردة، فلما نصير باردة البرودة تلوح الصندوق. خلنا أخذ لي فرة على الغرف وأنطي أكل للدجاج والطيور اللي موجودة. طبعا قطعا بيض بالنسبة للوهمان الأحمر لأنه كانن محملات من كانن بالحقل، فذبن اللي عدهن. فلما ذبن اللي عدهن خلاص ياخذن فترة انه بيرجعن بيضا، يعني ما عاد بيضة واحدة. وانا هاي البيضة اعرفها مال اللوهمانة مالتي الكبيرة. قريبا ان شاء الله بس يبدن يمشن ويعرفن الاكل والشرب راح اطلعهم برا، لان انا ما اريد ان ادمر هاي الغرفة. فرات راح يتهجنن ويا ذاك الديش. لا لا البيض مالهن للاكل، للاكل عود. لما احصلهن ديش لوهمان ديك الساعة حطن بهاي الغرفة مال دوشقة. ذكرتوني بدوشقة، ولك انا غير راحت ونسيتها. شوفوا دوشقة هسه، شوفوا شوفوا شوفوا. بس والله نسيتها انا، تدرون نسيتها. عموما البيضة ما فقست، فقست اوه فقست صلوات. اي والله بس وينها؟ اوه ما شاء الله صلوات صلوات صلوات. كله سود كله سود على الديك مالنا الاسود. صلوات الرس مالش قد قوي شباب، لذلك قاعد يذب لنا اغلبيته دجاج اسود. اي اسود ديتش، هذا من شكله ديتش. هذا اخوك يلا اجالك ونيس. ها خلنا نشربه ماي حتى يعرف الشغله. هو هذا بعد راح يعلمه اكل وشرب الكوشن، هذا صديقه. خلوني اكمل اكل وشرب شباب على مود النوبه انتقل لسالفه النحل. هنا ذولي كملتهم اكل. ها ذولي قاعد انطيهم بلت، بلت تسمين مرحله ثانيه، بس مو لغرض التسمين. لا هو هذا همين يشتغل على البياض. وهنا البشات شباب، البشات دمرن الغرفه دمار. الخيسه صايره تقتل بالغرفه. اطلعهن راح يضعفن، اخليهن يتحملهن فرق. لا شباب انا قلت لكم درون شو نسوي؟ نشيلهن ونذبهن بغرفة دوشقة. شو تقولون؟ شمرهن هنا فريت؟ اي هنا شمرهن، اشمرهن هنا وذبلهن اكل وما ادري شنو وخليهن هنا، لان هنا لعبن جولة لعبن جولة لعبن جولة بالغرفة. يعني خيسنها تخيس بعد بش. ها اشوفوا غاط راسه جوا بربش بربش ما مصدق. فرخات البنغالي اجى الوقت اللي ينتقلون بيه. هي بيضة المرة ذاب بيضتين لكن كلها قاعدة تنام سوية، فاجى الوقت اللي ينتقلون بيه للمحمية الكبيرة. بسم الله. بهذا العمر شباب خلاص بعد يقومون يعتمدون على انفسهم. خلنا نروح اطلقهم بالمحمية ولو طيرانهم ضعيف لانهم ترباط خانة. شباب الانتاج بالضيم بالضيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ما اظن والله يطيرون اخوان. زين انت شفتك بالخانه ما تعرف تطير. والله يطير زين، بقى بس يتعودون يكون على الاكل والشرب. شنو عندك فرات هنا؟ أنا والله ايش عندي؟ عندي هاي الفاخته بس. اوه صلوات على محمد.
اي لقيت انا جيت لقيت عدها بيضة. شنو هذا؟ شنو مكلب بيه خيط؟ لا ما في شيء. هذا فريخ لقيت عدها بيضة انا، ولقيت بيضة مال فاخته احمر. ما بنقرا هاي بيضة مال فاخت احمر، لقيتها الحمراء مبيضة هنا وهاي العادية مبيضة هنا، فانا قلت خلنا نشيل هاي البيضة وازركها جوها بما انه هن قريبات التفقيس. اي ماكو شيء، فذبيت هسه هذا المفقس ما ادري والله ياهو. هذا العادي العادي الفخته عادي مو احمر. بعد ايش عندك فرات؟ ايش عندي؟ عندي يا محفوظين السلامه هنا يمكن فنجسه مبيضه. على كيفك بوب وايت، على كيفك على كيفك. حصلت بوب وايت قريبا راح اجيب لكم. حصلت لي سيت هاي مبيضه هنا، ثلاث بيضات. طبعا هي هاي نفسها اللي كانت مفرخه هنا فرخت، لكن كبر الفرخ وصل هيك هالقده ومات. ذنية الجاوة طبعا واحدة من عتن اللي نقلتها تالي. يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. عفية 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 ابو متول عفية. اللي نقلتها كانت مريضة من الجاوة اللي هي ذيكة الاوبال هاي، طارت ورجعت حطت هاي رجعت طابت تماما. لكن اللي عندي حاليا هم اناث اثنين، يعني جاوة اناث اثنين. يا الله حبيبي عفية عدلتي. يا الله يا الله يا الله تالي تالي يا الله. هاي شنو الرقصة شباب؟ يعني طبعا تضحك يسوي ضحكة. بارك الله بيش تالية معدلة معدلة بارك الله بيش تالية. أم شامة شباب شوفوا هاي الشامة البيضة الفوق. ليش كتلت تحنيشة تالية؟ شباب شوفوا ركزوا بعينها، شباب ركزوا بعينها شلون هاي الخطوط البيض راح تنسد وتنفتح. تالية بارك الله بيش تالية. هذا الفرخ اللي طلقناه قبل شوي. بس هاي هي محفوظين السلام. بعد ما عدنا شيء تقريبا بالمحمية ما عدا ذن الفاختات. هذا واحد من الافراخ اللي جبتهم قبل شوي. شوفوا حتى يعني هذول لا امهات ولا شو كانهم يردون يوكلونه، لكن بما انهم قطيع كامل موجود هنا من البنغاليات راح يتأقلمون وان شاء الله هنسيطر عليهم. الفكرة القادمة على الموسم القادم ان شاء الله الشتوى اقصد، راح يكون عندنا تنوع رهيب بالطيور اللي موجودة. شنو اللي صار بالفترة السابقة؟ اللي صار بالفترة السابقة انه كانت الطيور تبيض تطلع افراخها وتموت. هالمرة احنا شنو عندنا؟ عندنا غرفة متروسة خانات، وعندنا كومة مال البنغاليات. البنغالي ينسحب كله ينشمر بالخانات، تبيض الطيور هنا من دايمود من بوم فينيش، ولو البوم فينيش والدايمود ماتت النثايه يلا الله يعوض ان شاء الله. عندنا شفتيل همين ان شاء الله شكو طير من هاي الطيور راح يبيض ينقل البيض ماله وينشمر للغرفه هذيك. فهاي المحميه انا ما تاركها، راح ارجع منها وجاي اصور لكم اياها حتى وان كانت ماكو لا احداث ولا بيض. هذا فاخت احمر وموجود فاخت عد علي اخوي يريد يبيعه احمر ونفطي. قريبا ان شاء الله اروح انا واصوره لكم حتى تشوفونه. هنا الغرفه يا محفوظين السلامه هدوء تام داخلها، الطيور ما جاي تنتج. بعد احنا ايش قد اليفات شوفوا. بين تغريد وحبيبي وهاي، لكن هنا بعد ان تركن تشوفون قاعد يغرك. هاك شوفوا بس المشكله شنو؟ المشكله ما جاي ينتجون شباب، ما اعرف ليش. جوقه هنا كامله راح افسخها، مو افسخها يعني اسوي لها خانات لا شباب. انا بالنسبه لي بطيور الحب احب اربي زوجين او ثلاثه، فهذول لا يزالون معروضين للبيع. انا قلت لكم بواحد من الفيديوهات كلهم معروضين للبيع، فاللي يريد يقدر يتواصل وياي على الانستغرام او يجيني للبيت، توصيل ما عندي شباب.
سعر الزوج 30,000 من الأخير شباب. قول الجماعة رجعت العش ما ترضى تبيض الفحل مرتين ابن حنيش وإنتاجي، يعني خاف يقول واحد مستورد فرات وما يلقح أو كبير بالعمر، لا ابن حنيش إنتاج المزرعة هذا ما لقح مرتين ما لقح، فما أعرف شنو السبب. هسه راح أبلش أوزع لهم الأكل والماي حتى ننتقل لسالفتنا الكبيرة سالفة النحل. شباب اتخذت القرار راح أحطها هنا هذا المكان، شوفوا هذا المكان على مود المسرح يصير شنو المسرح فرات المسرح يعني المقلع مقلع الطيران يصير بهذا الاتجاه. هذا مقلع الطيران مالهن قاعد تشوفون هذا هو المقلع زين. فرات والجل هذا هسه اغطيه بيش تغطيه فرات زحفات زحفات واغطي. شوفوا صلوات على محمد البوني قالوا فرات قطع الورق الجواها حتى يصير دفعها اللي فوق. ها اها اها صلوات على محمد قاعد تشوفون ما قربت تطلع ورد لا بعد ليش تقطع الورق فراش. المتابعين قالوا حتى يصير الدفع مالها اللي فوق ما تركز بعد على اوراقها، فعلى هذا الاساس انا راح اقطع الورق مالها ونشوف النتيجه مالكم. لكن هو هذا السماد اللي سوى بها هيك سودنها سوادين يعني خلاها تنفجر انفجار بالدفع. شوفوا صلوات على محمد. حبايب الشغله الاساسيه اللي احتاجها حاليا بالخليه هو بطل الماي. ايش راح اسوي به؟ بطل الماي راح اخليه يعني اشربه هيك، مو اشربه كلش، اشربه اخليه بحلقي بعدين انفخه على باب الخليه لان النحل حاليا متجمع بباب الخليه، لما انفخه يطلع رذاذ حسبال النحل اللي موجود بالباب انه صار مطر فكله راح يدخل جوا الخليه. طبعا راح تشوفون هاي اللقطه لقطه غريبه اكيد انتم ما شايفين هيك الشيء، لكن هاي اللي يستخدمونها النحالين حتى شلون اقول لكم مثلا يصطادون النحل او يدخلون النحل داخل الخليه وينقلون. لكن راح اسوي شغله الا وهي انه اشيل الطابق الثاني واحاول اقبقه بقبه. هي هاي الشغله الغلط غلط غلط غلط. ليش؟ لانه من المحتمل ان النحل يطلع لان صارت اكو حركه واحتمال كبير انه ما يطلع، فلذلك قلت لكم انا مجبور اسوي هاي الشغله واحاول انه ما اشغل اي ضوء نهائيا حتى لا اخوف النحل ويطلع يسرح. شوفوا النحل شلون متجمع بباب الخليه قاعد يعني تشوفون. فهسه راح اطفي الفلاش بدون ما تشوفون بس وانا ظلمه بعد عذرون لان انا ما اقدر اتحكم بهذا الشيء. راح انفخ عليه ينترك بس شوية على الماء يدخل. اكو نحل دخل واكو نحل صعد فوق الطابق ذاك، فانتظر بين ما كله يرجع يدخل جوه لانه يعتبر انه صار عنده مطر حاليا. حبايب تقريبا 90% دخل جوه وهذا اللي يبقى هنا. شوفوا ما يرضى يدخل جامد بمكانه. عموما راح احاول انه اشيل الطابق الثاني بس خلنا نلبس البدله. تمت العملية بنجاح بدون ولا تطير أي نحلة. يا الله بالمقعد ماله. هذا المقعد مال عمي.
ثقيل، كلش ثقيل شباب، كلش ثقيل. ما ادري اذا جامعات عسل لان انا تركته. شباب هذا النحل اللي كان برا ما رضى يدخل، شوفوه، بس ما عليه شيء، هسه راح يرجع ويستقر بالبوابه. اكو مكان قاعد يطلع من النحل، شو هذا؟ هوايه يا جماعه. الشغله الوحيده اللي يضوج منها انا بحطته هنا هي بس الاضاءه، فكان هذا الجلوب مشتغل طفيته على مود بعد ماكو اي اضاءه بالليل ينام وهيك الشغل يصير، حتى لا نخسر نحل هواي. خلنا نجيب اللي سحفات هيك بس منا لليوم، نخلص هاي الشغله ونوم ان شاء الله ينتهي كل شيء. احاول ارتب له فت سقيفه مرتبه من سعف، سقيفه بس على قده، يعني الزرع ما له دخل بيه. لكن ايش رايكم هسه بمكانها؟ مو صحيح؟ صحيح 100%. شباب سقيفه سريعه، شوفوا ايش رايكم هسه. فرات مكانك صحيح وعاشت ايدك. اي شباب هسه صحيح صدق، شوفوا بنص الزرع، ها بنص الزرع والسعف داير ما دايرها، وفوقها زله هاي حتى باشر من جهنا من يمي. اولا القاع راح تنزقي النحل طبعا اللي كان يفتر منها ومنها، هسه تجمع على الباب على البوابه لان اشتم ريحه الملك، اجتمع على البوابه. انا شو اسوي؟ الساعه اقل الساعه اجي افتح البوابه على موشني النحل ياخذ استقراره. شوفوا هسه انتم قاعد تشوفون تصوير ليلي، يعني التصوير على طبيعته. شوفوا ذنيك الغرف منك منك والبوابه منا، بس شيني هندس هاي، ها ذاك الصندوق تشوفونه غير، وهذا ضوء الجوارين بس ذاك، ذاك بس ما يعني ما يلوح عنه مستحيل لان هي اصلا هنا يمهن هندس. قاعد نحوي رطب انا وعلي تقريبا الساعه ب 11:30 لان انتبه للنخله. هذا شيني كوكتيل ولك هذا شيني هذا؟ احمر علي والله، هاي ها بالزوم جبتها كلش حمرة، بس شيني هاي؟ هاي شابعة اكل بالشارع، يعني وسخة كلش. قاعد تشوفونها فاخت ملكي احمر مسوق الصلاه، والله مو وقتش. ليش انا توني يلا شفتها؟ ما ادري شلون. شنو هالشين 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 هذا؟ قولن شباب شباب هاي ابيض يمكن سنو وايت، ولان هيش وسخه شباب ما تبين عندكم. اوقفوا بالله خلنا نعطيكم زوم. لا 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 اي شباب، لا لا اي ها ها اها نثيها 100% نثيه. ها اصبر يا حاكين علي، شو راح اعالج الوضع شباب؟ شوفوا 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 شوفوا، ماذا حروح للاسواق؟ لا رجعت ولقيتها احاول اعالج. شباب رجعت لان ما اقدر ما اقدر، فاخته حمراء وحاط بعتي بعتي شباب بعتي. شوفوا 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 شباب، شو تقولون تنزل لو هاي متربيه على الشارع اخوان؟ بس والله جمال يا يابا. شباب الخطه كالتالي، تعالوا تعالوا شباب الخطه كالتالي، نفس كل مره شنو نسوي؟ ناخذ فاخته ملكيه نحطها بق، راح تطير راح تطير راح تطير راح تطير راح تطير راح تطير. شباب شباب استعدت قاعد يصيح المالاتي شباب، اكون تسمحن وتجي عليهن. شباب عندنا ام بي 3 راح اجيبه واحط الصوت هنا واخليه تجي. انا اجيب الام بي 3 شباب على مود الصوت عالي مال فاخت ملكي وهي تجي عليه. تعالوا الام بي 3 شباب جبته بعتي 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 شغل. بسم الله شباب خل نربط خل نربط ربط شو علي من هو فاتح بلاتوث؟ يمكن ربط هو علي يعني. اي ربط قبل خوش، خل نكتب اكو شباب فاخت ملكي.
اقترح هيك. ها شباب، شباب ولا هنيمنا ولا هبقربه. زين اجيب انا الفاخته الزغه واحطها هنا شباب، شو تقولون؟ وهذا الصوت يعتبر يمها علي شوي فريت. اها ها شباب، اظنها جاي تنتبه. اخوان عباس راح جيب لي المفتاح مال المحميه بسرعه بسرعه بسرعه. عندي قفص هنا انا اخلي فوقه. يا الله دخيلك ربي تالي، بس خلي نكف هاي هسه. دعينا دعينا، قول يا الله قول يا الله. عافيه عافيه بارك الله بيك. شباب انتبهت على الصوت، تريد تنزل شباب. شوفوا 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 بس شو نسوي شباب، بس خلي اجيبن هنا اخلي لي فد شيء قفص واخلي بيه الملكين. ما عندي اقفاص هنا، ايه ما عندي اقفاص بهاي المحمية، خلنا اجيب منها من برا. هذا النحل شباب، عفوا هسه مو عفوا النحل، عفوا كلش كلش لا حد يسولف بشي، بس هسه خلينا نهتم بالفاخته. جيب هذا ولك فريت عليك يا فك، كان طير شباب هسه ادري بيها انا، كان ما عندي ادري بحظي. شباب شوفوا ها مقفول. ها ها تعال تعال شباب، حطها هنا. قاعد اشوف والله شباب، قاعد تنتبه للقفص. هاكم شوفوا 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 ها ها عينة على القفص. طين طين طين، كث 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 لي شباب لازم اهو طارا. شلون راح اكض لي وحده واحطها بالقفص؟ ما يكض شباب، وقفوا هسه ارجع لكم. شباب قضيت هاي المشجره. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المشجره. ريلاكس 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 ريلاكس. يلا تعال تبعها تبعها، خلي التليفون يشتغل. شافتها شافتها شباب شافتها، قاعد بوع عليه جوا. قاعد شوف 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 شوف، قاعد بوع عليه جوا. تعال تعال ابتعد ابتعد تعال، وخر وخر. خلنا نقعد هنا، انا خلنا نقعد هنا الرقم من بعيد. ليش شوفونا شباب؟ لا ما شوفونا. احتجر 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 شباب. مشكلة هاي ما جاي تتحرك، هي تحرك قاعد تاكل. شباب راح تنزل هاي مالتنا، قاعد تاكل. قاعد تشوفون شوفوا قاعد تشوفونها لو ما تشوفونها؟ ما شوفونا، بس هي قاعد تاكل بهذا الجو. شافتها راح تنزل. ذبه ذبه ذبه. اوقفوا اوقفوا اوقفوا، حتى لا ذبت شلون راح اصيدها؟ سليتك وين فريت؟ سليتي شن نزل؟ لا 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 عصفور. ذيك هي ذيك هي ذيك هي شباب. بعتي بعتي بعتي. هاي هاي هاي. بشرفكم الباب مال القفص هذا مفتوح. اجت طرقوعه. ارجع 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 بوي. ولا ما انتبه شفتوها شباب؟ لو ما شفتوها والله بلكي تجي على الصوت. شفتوها لو ما شفتوها اخوان؟ طلعت بالتصوير عندكم. هي اي هي. لا اوقف اوقف اخوان، خاف تطير. حطت ورا الخص هذا، ورا الخص. اجت اجت شباب. ذي 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 طارت اجت. ها
لا لا حطت على النخلة. ارجع ارجع ارجع. اوقف. طارت رجعت للنخلة. لا 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 لا. تعال ارجع ارجع شباب. رجعت للنخلة والله حرام ما تجت يمي. بس شافتها اجت اجت اجت. هلا 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 شباب شباب شباب. تريد تدخل تريد تدخل تريد تدخل تريد تدخل. شباب 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 شباب. شافت الفخذ فخذ كله بالقاع. شباب بعد ما تروح شلون راح ادخلها. شباب 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 شباب. ما جاي يصدق ما جاي يصدق. شلون اكفها اخوان؟ شلون اكفها؟ شلون اكفها؟ شلون اكفها اخوان؟ شلون اكفها؟ طفي الصوت فرات. شافت الفخذ هي طفي الصوت. لو خلي الصوت فرات خلي الصوت خلي الصوت فرات. راح تنزل على صاحبتها. ارجع 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 فرات ارجع فرات ارجع 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 ارجع. راح تنزل على القفص راح تنزل على القفص. شباب 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 شباب. راح تنزل بالقاع راح تنزل بالقاع. حمرة ابوي حمرة حمرة هاي. شباب شباب شوفونها لو ما تشوفونها. تريد تدخل تريد تدخل المحمية تريد تدخل بعد ما تروح. اخوان شافت فاخت شافت اكل شافت الصوت. هاي الفاخت مالتنا هنا بالقاع. بس شلون راح انزلها؟ شلون راح انزلها؟ شلون راح اكفها؟ شقافتك وين فرات؟ ما ادري ما ادري ما ادري شباب ما ادري الشقافه وين. اذا ادنى عليها ما اقدر اكفها راح اطير. لا تدنى لا تدنى. اذب عليها سليه اذب عليها سليه. شباب سليتي وين؟ سليتي وين؟ وين سليتي؟ وين السليه؟ تعال ارجع ارجع خت امن خت امن. وين السليه؟ هاي مو شقافه. هاي شباب شقافه ما شايفها بالبيت عباس؟ بلا دور دور. لا هاي لا ابوي هاي ما تكض. هاي صغيره. وين راحت؟ بعتها على الدبه بعتها على الدبه بعتها على الدبه. شباب بعتها على الدبه بعتها على الدبه بعتها على الدبه بعتها على الدبه. خلنا نشوف ايش قد التقرب. شباب راح ادن عليها دنت كلش. تريد تدخل؟ ايش قد التقرب ايش قد التقرب؟ لو ادن عليها ايش قد التقرب؟ شوف الحمار شوف الحمار. شوفوا شباب شوفوا 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 شوفوا. لو ادنيت عليها فراس ايش قد التقرب؟ لا 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 تدنى لا تدنى لا تدنى. فرات تريد تطير تريد تطير تريد تطير. ارجع ارجع عباس. اختها خافت 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 خافت. ارجع. لا 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 كانها عطشانه. ارجع فرات ارجع فرات. خت امن. راح تنزل بالدبه وروح كفها راح تنزل بالدبه وروح كفها راح تنزل. تعال 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 عبيس تعال كض كض لهيش كض لهيش بالدبه ذيش على الدبه الزرقاء. بس الطب الدبه راح اركض عليها انا. شباب تريد تشرب ماي؟ عطشانه 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 عطشانه. هاي عاستش الشقافه هاي عاستش. وين وديتها وين وديتها فريت؟ ادري ما ادري ما ادري شباب ما ادري ما ادري. دورها 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 فوق السطح بالبيتونه. بالله روح هناك روح هناك. شباب 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 شلون تكضها فريت؟ شلون راح تكضها؟ اذا عدنا تطيق قرب ما تطيق قرب اخوان لان هاي مبينه مقطعه الشوارع تقطع. شوفوا خافت خافت خافت. ما تقولي لي لا تقرب لا تقرب لا تقرب. شوفوا لا تتقرب. بس هاي واحدة من مراتي اجت هنا يمها. هسه يا شباب امنت بالكامل بعد مستحيل تروح. لكن لو شقافه قبل اعطيكها هسه راح تطير. لا 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 احاول انه اريد ان احشرها بمكان. شباب راح تطير راح تطير. لو تجي على الدبه لو تنزل بالقاع. شباب شباب راح تطير راح تطير. يلا 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 يلا. ولك شلون تلجحتها فريت؟ شباب شفت شيء؟ قلت هذا الشيء غريب مو لا عصفو. راح تطير مستحيل تروح هي بعد. شباب مستحيل. طارت 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 طارت. شلون دخلها شلون دخلها شلون دخلها؟ تريد تدخل شباب تريد بس تدخل المحمية. شلون ادخلها؟ شوفوا 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 شوفوا. تريد تدخل تريد تدخل تريد بس تدخل. ماكو ماكو. يلا انزل. طارت. لا 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 لا. شباب دقوا الباب خلنا نروح. انا هسه ارجع لكم. ما تروح ما تروح اخوان ما تروح ما تروح ما تروح ما. لا 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 ما تروح ما تروح. شباب خلي تعبي اسيمها. يقول حطت منه. اوه شوفوا وين قعدت شوفوا وين قعدت. راح تنكض هاي راح تشلع باب قلبي شباب. وما اقدر افتح لها باب المحمية اخوان. تطير كل الطيور هي تدخل بس مو ما تدخل بس. راح تطير راح تطير راح تطير. شباب هذا راح اطفيه.
هذا الفخذ مالي قاعد يصيح. هاي شباب هاي ارجع حميد ارجع حميد ارجع. هاي شباب هاي شباب هاي موكش تاليه تاليه جبر تاليه هاي هاي لا تعاركن شباب. شنو الخطه اخوان شنو الخطه شو اسوي؟ يلا فهموني انتم شو اسوي؟ شنو اللي اقدر اسويه وانقض عليها؟ شلون انقض عليها؟ حتى بشقافه ما تجي اخوان الفخت الملكي ترى الطرقاعه سوداء. لا 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 فراد غلط. لا 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 حطت بنا اخوان. تخاف تخاف من البشر مو قلت لكم تخاف من البشر. خلنا نسحب ارجع. انسحب اقف حطت بالنخله ويا الفاخته مو قلت لكم تخاف من البشر. هاي هاي وين راحت؟ ما راح اشغل شي هسه انا اخليها على الصوت. ماكو اخوان ما ادري اذا بعدها حاطه لو طارت. اي اجت هاي 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 خرب بيوم السرعه. وين راحت؟ مد وين راحت شباب؟ هذا شنو؟ وين راحت؟ هنا نزلت. هنا نزلت بهاي الجهة. هاي بالقاع ليش ما تطير؟ راح ارجع اشغل الصوت شباب حتى تجيني تندل مكانها لان هي صغيرة مكانها راح تتيه. نرجع الصوت. وقف خليه هنا شباب. ربط التليفون مالي. فاخت ملكي سريع سريع شباب الفخت الملكي سريع موت. ما تبي القع قاعد تاكل احتاج صيدتها هناك. ما تسوين هلا الله وتدخلين بغرفة دوشكا. ما تسوين هلا الله وتدخلين بغرفة دوشكا. القاعة والله بيها ذبة سلية شباب. ارتكضها بيدي شباب. طيري راحت للمحمية حطت بالنخلة حطت بالنخلة ذي كذي كذي شافت المحمية راح ترجع تنزل بالمحمية. وقف هنا التفرات راح وقف هنا شباب على مود لا ترجع لان هنا لقيت اكل. فانا اريد انا كبستها تصير بالمحميه شباب. هاي من دامها وصخه فهاي تلقوا انها شابعه بالشارع اكل شبع. يعني شباب هاي شابعه اكل بالشارع وطبيعي الوضع عندها كلش. فهاي صعبه صيدتها صعبه صعبه يعني. راح تنزل راح تنزل كانت تاكل هنا بهذا اكو دخن هنا لما سويت المخلفات انا جبتها منها. صعبه صيدتها صعبه شباب. اوف لو الشقافه موجوده شباب توا غير والله لا اصيدها. وين الشقافه؟ كله من حسيون نضيعها كله من حسيون شباب والله كله من حسيون نضيعها.
السلية كم هسه السلية شباب هسه أنا موافق يعني موافق بس خلي تنزل بالقاع يم الفاختة هاي حتى ذب عليها سلية ما جاي تطيني أي لا سلية تطيني تخليني ذب عليها لا شيء خلينا نشوف شنو تاليتها وارجع لكم راح تنزل هي نزلت شباب نزلت يمكن على الدبة لا مو على الدبة شو وين نزل ما اريدها تاكل شباب ما اريدها تاكل شوفوا 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 شباب فرات اطقها بسلية ايش رايكم اروح اجيب السلية بس راح تشبع حيش شباب راح تشبع كيف انا اروح الحق عليها مدام هسه اندلت اكل كوم بالقاع ترجع على شو تقولون مو صحيح خطير 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 اخوان خطير ما هي ذيك يم الفاختة يم الفاختة فرصتي بس بس فرصتي شباب ليش 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 الفاختة مالتها البيضة قاعد قرع عليها من نفسك ميت فرات من نفسك ميت شافت فاختة هسه هي خلنا اروح اجيب لكم الاستاذ لو صار خلوهم هالهلة شباب طارت شباب حتى لا يطول عليكم الفيديو راح اخليه لكم جزء ثاني اكفها اكفها وين تروح الفيديو اذا طالع عليكم ما لحق عليه باليوتيوب ما ينزل سريع فخلوها على الفيديو الجاي على الفيديو الجاي اصيتها اصيتها وعيونكم اودعناكم اودعناكم شباب موجوده 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 على الفيديو الجاي على الفيديو الجاي